أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآن في الأندية الرياضية بعض اللاعبين من الكفار من خارج هذا البلد، والملاحظ يا فضيلة الشيخ أن بعض المشجعين يوالون ويحبون هذا اللاعب الكافر بسبب انتمائه لهذا النادي، لهذا انتمائه لهذا النادي، نعم، ويبغضون اللاعب المسلم في النادي المقابل المنافس لناديه، فهل هذا يدخل في مفهوم الولاء والبراء؟ نعم، ما في شك، من أحب كافرا لأجل غرض من الأغراض إنه يدخل في هذا في الولاء لغير الله ومحبة أعداء الله. الكافر لا يحب. نعم.